بمقر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تم التوقيع على نداء الرباط للحفاظ على التراث اليهودي الإفريقي بمبادرة من جمعية ميمونة وبشراكة مع المكتب الشريف للفوسفات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار الدورة الثانية لمؤتمر الديانة اليهودية بإفريقيا. في وقت أصبح فيه العالم صغيرا وأصبحت تربط بيننا علاقات متشعبة ومترابطة، أصبح من الواجب علينا بناء جسور تجمعنا، ولطالما علمنا التاريخ دروسا عن الأشياء التي تجمعنا أكثر من تلك التي تفرقنا، وهذا ما نحاول القيام به من خلال هذا التقليد، على عكس ما تقوم به بعض وسائل الإعلام التي تركز على الفوارق. أما نحن فنحاول تذكير والتأكيد على القواسم المشتركة بيننا وعلى العلاقات التي تمتد لآلاف السنين. ويدعو الموقعون على هذا النداء إلى اعتراف الأفراد والمجتمع المدني والحكومات بالتاريخ العريق للشعب اليهودي بإفريقيا، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على المواقع التاريخية اليهودية في مجموع القارة وتأهيلها وتيسير الولوج إليها. إن الفكرة هي خلق منصة تمكننا من احتواء كل هذه الأصوات، ولا سيما الشباب الأفارقة من اليهود وغير اليهود، من المسيحيين والمسلمين وكل الأجناس الإفريقية، من أجل الحفاظ على هذا التقليد الذي يعد جزءا من هويتنا. ويدعو نداء الرباط أيضا إلى تعزيز الروابط المقدسة للذاكرة التي تجمع مختلف الشعوب والأجيال بتجربة اليهودية الإفريقية، لا سيما تمكين الشباب الأفارقة من وسائل الحفاظ على الثقافات اليهودية الإفريقية وإشاعتها والاحتفاء بها.